يا ترى ايه اللي بيحصل في سوق صرف العملات الاجنبيه في الساعات الاخيره؟ ليه الدولار رجع يقفز قفزات كبيره من جديد؟ وازاي البنك المركزي بيتحرك لاجهاض المؤامره على الجنيه ووقف نزيف الاموال الساخنه؟ بانكير نبض البنوك. في بوادر أزمة كبيرة بتحصل في سوق صرف العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات الأخيرة قفز بصورة كبيرة ووصل حالياً لمستوى قريب من 50 جنيه، وفي توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة اللي جاية. طب هل ده حلو ولا وحش؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نفهم ليه حصل تحريك في سعر العملة الأمريكية. بص يا سيدي، في آخر فترة حصل تخارج كبير للأموال الساخنة من سوق أدوات الدين الحكومية، وعشان كده البنك المركزي كان لازم يتحرك علشان يوقف نزيف الأموال الساخنة. وحالياً الدولار بقى بـ 49 جنيه 50 قرش، وده خبر كويس. واللي مش فاهم ليه ده خبر كويس خليني أشرح لك. التعويم لما حصل فيه عشرات المليارات من الدولارات دخلت مصر، ودي كلها أموال ساخنة. في منهم اللي دخلوا أول يومين يعني واشتروا الدولار على سعر 50 و51 جنيه، وفي اللي دخلوا عن طريق شهادات السي آي بي بأرقام فوق 50 جنيه كمان بشوية. دول دخلوا باعوا لينا الدولار ب50 جنيه وخدوا جنيه مصري سلفوه للحكومة في أذون خزانة 3 و6 و12 شهور بفايدة. أول يوم تعويم كانت 32% وتاني جلسة كانت 30%، يعني بعد الضرائب 20%. وعشان كده لما حد كان بيقولي الدولار هيبقى 45 جنيه كتير من الخبراء كانوا بيشوفوا إن ده كارثة. تخيل حد باعلك مليار دولار ب50 مليار جنيه وهياخد 20% بس فايدة، يعني هيبقى معاه 60 مليار جنيه. تنزل له سعر الدولار ل45 فيروح شاري 1.33 مليار دولار، يعني تديهم فايدة على الدولار 33%، ده كلام يخليك تخسر كتير جدا. خد عندك مثلا في شهر 6 اللي فات لما الدولار كان سعره حوالي 47 جنيه ونص خرج من مصر 4 مليار دولار، والمستثمرين الأجانب خدوا فايدة سندات 3 شهور ورجعوا اشتروا دولار بسعر أرخص 2 جنيه عن وقت ما دخلوا السوق، يعني مكسب 9% على الدولار في 3 شهور. وفي أحسن من كده؟ خد بالك صندوق النقد علشان يضمن فلوسه نصح الحكومة وقال لهم سعر صرف مرن، يعني لما يحصل طلب على الدولار وناس طالعة من السوق الطلب بيؤدي لزيادة السعر فترفعوا سعر الدولار. ومع اللي بيحصل من توترات في المنطقة واشتعال الصراع بين إيران وإسرائيل، المستثمر يقولك أنا أطلع دلوقتي ولما الأمور تستقر أبقى أرجع تاني. وعشان البنك المركزي يوقف الخسائر ويمنع نزيف الأموال الساخنة لازم يحرك سعر الدولار ويخلي سعره قريب للسعر اللي اشترى بيه الأجانب عند حدود 50 جنيه، لأن وقتها المستثمر هيلاقي نفسه مش محقق مكاسب وهيضطر يقعد لحد ما السعر ينزل شوية وهيفكر 1000 مرة قبل ما ياخد قرار سحب فلوسه. كفاية تعرف ان يوم الخميس اللي فات في 297 مليون دولار خرجوا من مصر، والجمعة والسبت كانوا اجازة، ومع اول يوم عمل الحد في كمان 226 مليون دولار خرجوا، ودول اجانب باعوا الاذون والسندات بتاعتهم واخدوا جنيه وهيروحوا يشتروا دولار ويطلعوا. فامبارح صافي باع الاجانب 11 مليار و17 مليون جنيه. امبارح كان سعر الدولار 48 جنيه 80 قرش، يعني دول يعملوا 226 مليون دولار بس. خد بالك هم امبارح باعوا الاذون المصريه مش اشتروا دولار، لسه بقى هياخدوا فلوسهم واشتروا، هوبا بقى النهارده الدولار 49 جنيه 50 قرش، ففلوسهم دي بقت 222 مليون دولار، ولو الدولار قفل 50 هيبقى فلوسهم 220 مليون دولار. وهو ده اللي الصندوق بيقوله، في طلب على الدولار زود سعره علشان تقلل اللي خارج منك. طب هل ارتفاع سعر الدولار ده كويس؟ لحد مستوى معين كويس، والصعود مش مقلق طول ما هو لسه في نطاق معين، لكن لو كسرنا النطاق ده هيحصل حالة هلع من الأجانب وخروج جماعي. فالصعود ده مفروض محطوط ليه السقف بحيث نمسك العصاية من النص، نقلل الخارجين مننا وفي نفس الوقت ما نخوفش اللي لسه قاعدين وبيقولوا إننا بنقع تاني فيهرب. أنا أشرفت أشرف، إلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.